حاول أن توجد حبه في قلبك. إذا أردت أن تكتشف أنك محب اختبر شوقك، هل تشتاق؟ هل تتحرك نحوه؟ هل إذا ذكر عندك الإمام خفق قلبك، اقشعر بدنك، جرت عبرتك، أو على الأقل رفعت بصرك إلى السماء ودعوت لإمام زمان؟ إذا رآك الإمام تحجره وتقطعه ألا يتأذى الإمام عليه السلام؟ كن الذي يصله بدعاء، بصدقة، بصلاة، بزيارة، بدعوة في ظهر الغيب، بذكر في صلاة الليل. اللهم اجعلنا ممن يدعون لإمامهم. يقول السيد حيدر الحلي: يا قمر التم إلى ما السرار، ذاب محبوك من الانتظار، لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار، فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار. إذا رآك الإمام تحجره وتقطعه ألا يتأذى الإمام عليه السلام؟ كن الذي يصله بدعاء، بصدقة، بصلاة، بزيارة، بدعوة في ظهر الغيب،